هتعجبكم. المفاجأة دي بتدل ان مصر فعلا بتفرح رجال وستات حتى الاطفال. معايا طفلة النهاردة هتحكي لنا حكايتها. اسمك ايه؟ بس كان عندك كم سنة؟ كم؟ 4 سنين. طب ايه بس كان اللي بتحبي مين بقى؟ ليه؟ عشان ايه؟ انقذ مصر. طب معاك الفلوس ده؟ كام؟ 100. طب بتعمل بيهم ايه؟ بتعمل ايه؟ بتجيب السيسي. طب ليه؟ بتعمل كل حاجة حلوة لمصر. طب بقيت تقولي ليه بقى النهاردة؟ تقولي احنا بنحبك يا سيسي كتير. طب عارفة قناة السويس؟ فرحانة انها اتعملت؟ شكرا فاصل اسكات. شكرا كده. كنت خلصت فقرتنا، نروح فاصل نرجع لكم.